سلام سلام يا احلى اصحاب، ورجعنا بفيديو جديد وتطبيقات جديده في سلسله افضل تطبيقات. بتمنى تنال اعجابكم، وبتمنى يا احلى اصحاب قبل ما نبدا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. ولو انت اول مره تشوف فيديوهاتي اضغط هنا، بنزل فيديوهات وتطبيقات جميله جدا متاكد انها تعجبك. وكالعاده بشكركم على تعليقاتكم اللي بترفع راسي، من احمد السيد وعلي ويكا وهيمه للشروحات ومشاكس العاب العرب واغاني عمر احمد وحسام داوود واخيرا كروس فاير بلاير. ونبدا باول تطبيق، وهو تطبيق طلبته مني قبل كده، تطبيق بينطق اسم المتصل لما حد يرن عليك او يبعت لك رساله. كلنا بنفتح التطبيق هنا بيقول لك اختار لغه التطبيق، والمميز في التطبيق ده هو بينطلق الاسماء اللي باللغه العربيه، ولو انت كاتب اسم صاحبك بالفرنكو بينطقه. كلنا بنضغط هنا على السهم ده ونختار اخر خيار اللي هو عربي، وبعدين نضغط التالي، بعدين نضغط نعم، نضغط نعم، بعدين نضغط انهاء. بعدين دلوقتي شاب كلنا بنغير الاعدادات من هنا، بنختار الشخصيه اللي انت عايزها تنطق الاسم، وليكن بنت او شاب عادي او طفل، وممكن تحمل اصوات تانية من جوجل بلاي. هنا نعلم على الخيار ده. لو عندنا اسماء بالفرنكو، خلال الخيار التاني شاب سرعه نطق الشخص اذا كانت عادي او بطيئه او سريع. دلوقتي شاب بنكتب الاسم اللي احنا عايزينه، وليكن احمد رمزي سامي ميدو. نضغط هنا على تجربه الصوت، بتلاقي جايب لك النغمه اللي انت حاططها عندك على الهاتف ومعاها الاسم. نقدر نتحكم في سرعه النطق زي ما قلنا، اذا كانت سريعه او بطيئه من هنا. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 2، وهو تطبيق كيبورد جميل جدا ومميز. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، بعدين نضغط هنا ونديله الصلاحية بالشكل ده، بعدين نروح للخطوة رقم 2 نختار اللي هو يبقى الكيبورد الرئيسية، وبعدين الخطوة رقم 3، بعدين نعدل الإعدادات بتاعة الكيبورد من هنا إذا كنا عايزين نشغل الوضع الليلي. نضغط هنا، بعدين يا شباب تظهر الكيبورد بالواجهة دي مع صوت جميل جدا لما تيجي تكتب كأنك بتكتب على كيبورد قديم. بس المشكلة بتاعة التطبيق دي يا شباب اللي هو ما فيهوش اللغة العربية، اللغة الإنجليزية بس. فلو عجبكم التطبيق ده يا شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهحاول ادور لكم منه النسخة العربية. ورابط التطبيق ده سيبلكوا في وصف الفيديو تحت للناس اللي بتكتب بالإنجليزية او بالفرنكو. نروح للتطبيق التالت، وهو تطبيق مميز جدا للناس اللي بتحب تكتب ملاحظات كتير. بيظهر التطبيق بالواجهة دي يا شباب للناس اللي بتمل من كتابة ملاحظات بإيدها. من خلال التطبيق ده هتقدر تكتب ملاحظات من خلال صوتك. كل اللي علينا بنضغط على الزر ده ونقول الملاحظة اللي احنا عايزينها، فبالتالي هو بيكتبها وبيعمل لها اضافة تلقائي. فتطبيق جميل جدا ومميز، هسيبك تكتشفه. بعد ما بتنتهي من كتابة الكلام كلنا بنضغط هنا تاني، فبالتالي التطبيق بيتوقف. لو ما لقيتش اللغة العربية بتحملها عندك بطريقة سهلة وبسيطة. فرابط تحميل التطبيق ده سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق الرابع، وهو تطبيق جميل جدا، تطبيق خلفية مميز جدا. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، بعدين نضغط هنا، فبالتالي بيكون شكل الخلفيه بالشكل ده، شكل 3D، شكل مميز. بمجرد ما بتحرك الهاتف بتحرك معاك، ما بتسحبش من بطاريه الهاتف كتير. كلها بنضغط على تعيين كخلفيه للشاشه، وبعدين نرجع ورا هنلاقي الخلفيه اتحطت بطريقه سهله وبسيطه. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. ولهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. ما تنسوش تدعمني بزر اللايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. ولو انت اول مره تتابعني ادخل القناه، بنزل فيديوهات جميله جدا. واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.